السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من قناة مزرعتي. إذا كنت أول مرة تكتشف القناة، أدعوك إلى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا لتقديم المزيد. أحبابي في الله، كما تشاهدون دجاجتان، لدي دجاجتان مريضتان، وجدتهما اليوم صدفة بين القطيع كما تلاحظون. انظروا، هذه الدجاجة المريضة خارج الشباك، وهذه الدجاجة التي تبدو بصحة جيدة داخل الشباك. إذا عليكم عزلها، أنا فيما بعد سوف أخذها إلى مكان بعيد نوعا ما عن القطيع لكي لا ينتقل المرض إلى باقي الأفراد. الجهل بطرق العناية بالدجاج يعتبر عامل من عوامل فشل مشروع تربية الدجاج، ولذلك يتوجب على المربي أن يكون له دراية مسبقة على تقنيات تربية القطعان الكبيرة، خاصة 50 دجاجة فما فوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.